وده واحد، ده واحد، وهكذا. كل واحد من دول هياخد نفس البفر بتاع البيرنت بالشكل ده. تعالوا كده نرندر تاني. شيء الاولاني، بصوا كده في لير. المرة دي بقى سنجل باس ده رقم 12، بصوا كده رقم 1. ما هو كده صح البلوك كله، كده البلوك كله هيطلع ابيض تمام، ما عدا اللاندسكيب. يعني هنلاقي البلوك كده كله كده طلع ابيض، لكن اللاندسكيب هتطلع لونها اسود. هو ده ان انا بطلع اوبجكت بفر، يعني دي كده طالعه لي لوحدها. هتتاخد ايه في الافتر؟ لومه مات تمام. اهي بصوا كده، شفتوا اللاندسكيب طالعه سودا ازاي؟ هي نفس القصه اهي تمام. اهو اللاندسكيب طالع اسود والبلوك طالع ابيض. ولا دي اللاندسكيب؟ ثواني كده، اللاندسكيب رقم كام؟ اه عشان كده انا بقول اللاندسكيب طالع عليه، انا خدت اللاندسكيب حطيت لها رقم، هو ده اللي خلى اللاندسكيب تطلع. يبقى كده كده احنا مظبوطين كده، كويس جدا جدا جدا. طيب انا في الافتر عايز اعمل ايه تاني؟ انا عايز في الافتر افكتس احط هنا هنا، عايز احط زي كرة هلامية كده. طب انا هحط دي هنا ازاي؟ عادي، نال اوبجكت، اطلع للتوب، هات النل مكان ما انت عايز، اجيبه هنا مثلا، ونرجع هنا كده واجيبه هنا مثلا. لو افتكر احنا كده في مكان مظبوط تمام، قوي قوي قوي، حلو قوي، جميل. دبل كليك على النل ده ونسميه مثلا بول انيميشن، وهاخد اخده تمام. بس كووردز الدنيا تمام خلاص. بس عشان الحاجات دي تبان في السين ما بانش كانها نقط، هروح لكل نال من دول في اوبجكت بدل ديسبلاي، ما هو دوت ما يبان لي زي النقطه كده، هقول له سفير. وشيل الكاميرا دي، خليها اي حاجه، خليها اكس زد مثلا، بس صغر بس الريديوس بتاعه شويه كده عشان تبقى انت عارف ان ده نال. نفس القصه في النال ده، هقول له برده سفير. ممكن تقول له اي حاجه، كيوب ستار بتاع، بس دايما اقلب الاورينتيشن دي، خليها اي 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 اكسس يعجبك، لان رخم قوي بتلاقيه هو بس كده. دي كانت دي السفير اهي، جميل. طب كنترول اس، عايز احط حاجه فوق التكست. شفت البول ده اهو، اسحبه، وده هنسميه اكس انيميشن تمام. وكل الحكايه بس ان انا هروح لهنا، وده هيتحط فوق التكست كده، فوق الاكس. هو ده كده فوق، والله ما شايف من البلس. جميل جدا، كنترول اس. كده احنا هنصدر للافتر انيميشن، وغير كده كمان، وهطلع للافتر اللايتس دي. اللايتس دي هنلعب بيها لعبه حلوه قوي لما نروح افتر افكت.
كده انا بقيت جاهز ان انا اطلع الريندرينج. اروح للكاميرا بتاعي بقى، هي دي الانيميشن اللي انا هطلعها. على فكره لو عايز تعمل كاميرا تانية هتعمل كاميرا تانية وتعمل سيف للسين تمام وترندر نفس يعني هتعمل سيف على فكره نفس الفايل ده بس سيف از وتغير اسم الكاميرا وتغير انيميشن الكاميرا. طبعا كل ماتيرياليتك زي ما هي، اضاءتك زي ما هي، رندر باس بتاعك زي ما هي تمام، بس هتعمل رندر حاجه كده تمام. ده كده او دي كده كاميرا، انا بحب ارفع الكاميرا بتاعي فوق تمام. فده كده او دي كده كاميرا تمام. ممكن ممكن ناخد ريندر لكاميرا تانية، ممكن مش عارف افكر ان انا الكاميرا دي هنا جت كده مثلا عايز اديها اوتو كي، اتاكد ان انا واقف على الكي فريمز وارجعها لورا واجيبها كده. بما ان انا مش هشتغل الا كاميرا واحده على الاقل في السين دي، هتبقى غلط غلط جدا كمان. طيب احنا نعمل ايه؟ احنا نيجي لغاية فريم 120 مثلا، 110 110، واخلي الكاميرا دي تبقى عاملة كده بحيث ان انا ابقى طلعتها من هنا. ايوه بالظبط، تطلع على طلعة تانية على فوق. نشوف كده الانيميشن ده حلو جدا. في بقى نقطة ان انا عايز من فريم 110 ده يبدأ الاخ ده يتحرك، اللي هو بتاع اللي هيعمل الفلاشنج اللي انا عايزه. بس انا مش هفضل ازق كل الكي فريمز دي، فاحنا هنعمل ايه؟ هتيجي على اي واحدة من دول وتكليك على الحرف ورايت كليك انيميشن وتقوم قايل له هنا شو تراك، وممكن تقول له شو اف كيرف. بس انا مش عايز الكيرفات، انا عايز شو تراك. ليه تراك؟ لان انا عايز ازق تراك الانيميشن كله اوديه عند فريم 110. فانت تاخد من شفت المنطقه الصفراء دي، انت لو مسكت دي انت هتكبر الانيميشن، لو مسكت دي هتصغر الانيميشن. فانا عايز اخد دي كده موف اوديه هنا كده. اذا كل شفتوا الكي فريمز جت هنا، يبقى انا كده اهو كسبت ان انا شفت الحركه دي وهي شغاله اهي بالشكل ده. بس انا كل الحكايه عايز اخلي دي بتاع 300 فريم بحيث ان انا اعرف اعمل اي شغل اي شغل هنا تمام. وليكن انا عايز اخلي ده اول ما يوصل هنا كده، وصل هنا فين بقى؟ لو رحنا التكست ورحنا لانر ستروك افتكر انر ستروك ده، وعندنا كمان اكس ستروك. هروح لاوبجكت وهاخد ستارت جروث هخليها زيرو وكليك، ونفس القصه في الاكس ستروك. احنا واقفين عند فريم 200، من 200 ل 240 هيبقى ده 100. رايت كليك انيميشن ديليت من فريم 200 لستارت جروث، انا اسف، من 100 هيبقى 40 فريم. يبقى كده كليك، ومن
220 من عند 220 ده خليه عند 260 بلاش، وده من عند 220 هروح للاخ اللي هو اللي جوه ده وهخلي الستارت ده برضو بزيرو وكليك، وبرضو عند ده 280 يبقى ده بزيرو. يبقى كده لو انا كده اشوف الحركة هلاقي ده بيشتغل والتاني كمان بيشتغل. بالظبط جميل جميل قوي كده، كل حاجه تمام وجاهزه ان احنا على طول نعمل ال الريندرينج. عشان نعمل ريندر هروح هنا هشيل بقى كل كل القصص دي تمام، واجي في سيف في الفايل هقول له انا عايز اسيف. انا دايما بصراحه اوبن اي اكس ار اقوى امتداد تعمل سيف بي. هقول له انا عايز الفا تشانل تمام عشان يطلع لي الفا. الفا هنا على فكره دي المساحه اللي ورا دي كلها الفا. لو انا جيت اعمل كده ريندر بالمناسبه هو كده كده هيغيب في الاماكن القريبه من الكاميرا، لكن ساعه ما يبعد الدنيا تبقى اسرع. ادي الالفا. طب انا هعمل حاجه في دي فافطر هنعمل هنا شغل كتير في الالفا تمام. طبعا خلي بالنا هيطلع عندنا فليكر مبدئيا كده، لان انا مش هعلي اعدادات الريندر عشان ترنر بسرعه تمام. هيطلع عندي شويه فليكر، لان زي ما احنا شايفين الانتي الياس مش اللي هو يعني تمام. نعمل ريندر كده نشوف. واحد يقول لي هو الجلاس ده اسود ليه؟ هقول له الجلاس اسود لان فوقه اسود، يعني هو مش جايب حاجه هو فوقه اسود تمام. ماشي حلو جدا. جميل انا افتكر الدنيا هتطلع كويس قوي. اوبن اكس ار ديب 32 بت الفا تشانل الفايل هروح كده وليكن هخليها هنا واسمي دي مثلا مين، او هسميها اكس مين باسس، وهعمل فولدر تاني واسميها اكس مالتي باصص. الباص الاساسي بتاعي هسيفه هنا وهسميه اكس اندرسكور، ده الباص الاساسي. طب المالتي باصص اهي، هاجي كليك هنا اطلع واخش على اكس مالتي باصص هسميها اكس اندرسكور ام بي اختصار مالتي باصص وانتر. طب الصيغه بتاعه المالتي باصص بفضل انها تطلع يا ترجع، يا اما لو هنوفر مساحة هنطلع جي بي جي او بي ام جي. انا هطلعها بي ام جي. هو كده كده هطلع الالفا. الدبس هخليه 16 ولو انا مش هتفرق. هنا المهم بقى، هو انت هنا هتطلع كومبوزيتنج بروجكت فايل لمين؟ لافتر نيوك موشن فيوجن. انا هطلع الافتر، هختار افتر افكتس واقول له سيف، ولازم اقول له انكلود 3 دي داتا. لو ما قلتلوش دي مش هيخرج الكاميرا. اقول له انكلود 3 دي داتا ونيجي هنا في مالتي باس نبدا نضيف. اولا انا قلت انا عايز الديفيوز مالتي باس، واقوم قايل له حط لي الديفيوز. ممكن اعمل حاجه حلوه قوي، هقول له حاجه اسمها اد ايمج لايرز. لو قلت له اد ايمج لايرز سينما بيضيف الباسز الاساسيه اللي بتطلع في اي ريندر. لو عملت كده اهو بص امبيان ديفيوز سبيكولر شادو ريفليكشن ريفراكشن امبت اوكلوجن مش عايزه.
جلوبال الومنيشن مش عايزه، كوستيك مش عايزه، اتموسفير مش عايزه، اتموسفير مالتبلاي مش عايزه، كوستيك افكت مش عايزه. انا كل اللي عايزه الامبيانت ده اللايتنج، الديفيوز ده الكالر، سبيكولر اللمعه، شادو الظل، ريفليكشن الانعكاس، ريفراكشن الانكسار اللي هو ده. في المالتي باسز عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي، علم على شادو كوركشن. تمام، علم على شادو كوركشن، بصراحه فرقها رهيب 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 في كواليتي المالتي باس. لسه بقى هنضيف السبيشال مالتي باس اللي هي الاوبجكت بفر. احنا عندنا كام؟ عندنا اوبجكت بفر رقم واحد، وعندنا هو لسبب ما ما بيخرجش الاسامي. يعني لو انا رقم واحد ده سميته جي بي اختصار اوبجكت اوبجكت بفر اندرسكور مثلا تكست بلوك، هو مش هيخرجها كده، ما اعرفش يعني. انا مش عارف ليه ما بيخرجش المالتي باس بنفس الاسم بتاعها، فانا هسيبها كده. تمام، اسف، هروح لمالتي باس هنا تاني اوبجكت، وعندي رقم، عندي رقم 12 اوبجكت بفر تاني اللي هو رقم 11 فكره لغايه 8، اوبجكت بفر تاني اللي هو رقم 10، بعدين 9، بعدين 8. اتاكد برضو عشان نبقى احنا في السليم. بالمناسبه المساحه الرمادي اللي هي المساحه الفاتحه دي هي الترندر، مش المسافه دي كلها، فانا ممكن اعمل كده عشان ابقى متاكد بس ان انا على المساحه بتاعي. هي دي الترندر، نخش كده نتاكد تاني من الاوتبوت 45، ولا ليها اي لازمه البتاعه دي الا لو في الطباعه. كان عايز اطمن على المالتي باسز اللي عندي 8، ما افتكرش طلعنا فوق 8. احنا عندنا 8، عندنا من اول 1 12 11 10 9 8. فاضل باص لسه ما حطيناهوش اللي هو بيطلع اللوميننس اللي هي بتاعه الاوبجكتس اللي احنا حاطينها في مالتي باص. انزل تحت عندك هنا ماتيريال لوميننس، هي دي، هي دي ماتيريال لوميننس. ماتيريال لوميننس دي اللي هتطلع لي اللوميننس باص كده. احنا تمام، عايز بس اعمل حاجه بسيطه قوي خلاص في الفيزيكال. الشيدنج ثريشولد انا مخليه 25%، ده اللي هو معامل الخطا، معامل الخطا هو بيبقى اقل من كده بس 25 عشان الدنيا تمشي. سامبلنج سب ديفيجن هسيبها 2، اما شيدنج مينيمم وماكس هي دي اللي عامله موضوع الانتي الياس، وانا ممكن اخلي دي 4. يعني الانتي يعني الفليكر هيروح هيروح سنه. بلورنس المفروض تبقى 5 بس انا هسيبها 2، هسيبها اسف 3. هيطلع عندي على فكره مبدئيا عشان نبقى عارفين هيطلع عندي فليكر، لان ده انا مش عايزه. هيطلع عندي فليكر لان الاي ام دي قليله، فمش مشكله. كده احنا جاهزين ان احنا نعمل رندر، بس اهم حاجه في الاوتبوت لو هترندر سنجل فريم الفريم رينج هتقول له كارنت فريم، اما لو هترندر رينج معين هتقوم قايل له مانوال تقول له من كذا لكذا، اما لو هنرندر اول فريمز هقول له من 0 ل 300. بالشكل ده هنبدا نعمل الريندرنج، هقول له كنترول اس واقول له اوكي. كده ده كده مقفول، الاثنين دول ملهمش اي لازمه معانا خالص، فهشيلهم نجرب بس نتست قبل ما نكمل اي حاجه. الانتي الياس لو خدنا بالنا من المسمار الانتي الياس ظبطت.
تمام والدنيا معايا كده تمام مفيش اي مشكلة، ارجع لورا خالص ونشوف. لو جينا عملنا ريندر تاني الريندر كويس جدا 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 جدا، والزمن بتاعه معقول لان ال يعني الانتي الياس ما زادش قوي خلاص، ف افتكر الزمن بتاعه كويس. زي ما قلت لو لقيت الجهاز عندك تقيل في الفيزيكال ريندر، كل اللي انت هتعمله بس بدل ما هو فيزيكال هتخليه ستاندرد خلاص، وبس تيجي هنا في الانتي الياس ده وتخلي دي 25 ودي 1 باي 1 و 2 باي 2. جرب هتلاقيها مشيت كده. خلي بالك بقى، بص شفت الشرشره دي، دي تعمل لك فليكر ما يعلم بالله ربنا. فهتيجي هنا خلي دي ارفعها ل 4 4 في 4 تمام، هتلاقيها يعني الى حد ما راحت. هي رخمه شويه مع الترانسبيرنسي بس برضو افتكر الدنيا سريعه. ف على حسب جهازك، قادر تشتغل فيزيكال تمام، قادر تشتغل ستاندرد برضو الدنيا تمام. مفيش اي حاجه تاني عايز اعملها. و حاجه اخيره في الكاميرا، في الفيزيكال كاميرا انت ممكن تقفل الاضاءة. ازاي؟ الاف ستوب، بصوا الاف ستوب والايسو والشاتر سبيد التلاتة دول زي الكاميرا الحقيقية بالظبط. اف ستوب لو انت قللته قوي هتلاقي الدنيا فتحت قوي 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 هنا، لو زودته هتلاقي الدنيا قفلت. نفس القصة في الاكسبوجر، يعني لو انا خليت اف ستوب ده باتنين وجيت اعمل ريندر السين اتحرقت. هو انا برندر ستاندرد يعني برندر فيزيكال؟ تمام. شغل ده بص تمام، مش باظت قوي بس لسعت يعني. هنبدا نلاقي بقى شوية لسعات في السين، بس بصراحة بتدي اهي وهي ماشي. فعلى كل انا رفعت الاكسبوجر شوية. ده بقى انا ممكن اخليه، ممكن انقي من هنا، ممكن اخليه 16 بس كده السين هتبقى تحت اهو كده السين قفلت. وعلى فكرة من الحاجات بقى اللي هاخد بيها اللي هتخدمني جدا في المود اللي انا عايزه في الافتر افكت، انا عايز المود في الافتر يبقى تقريبا شبه ضلمه شويه، فانا بدل ما اقعد اقلل في الاضاءه، والاضاءه لما اقللها هتديني بهتان ومش هتديني تفاصيل في الماتيريال، فانا بقفلها من الفيزيكال كاميرا. دي بقى الميزه في انك انت تستخدم الفيزيكال ريندر. حتى لو ما عرفتش تستخدم الفيزيكال ريندر واستخدمت الستاندرد، ممكن تعمل نفس الحركه دي في الافتر افكت، انك انت تقفلها من الكالر كوركشن تمام. لكن عامة وعلى كل حال انا هسيبها زي ما كانت 4، وهخلي الاكسبوجر ده ب100 واعمل ريندر. الاكسبوجر ب100 هيعمل لي توازن شوية يعني، هيخلي الدنيا كويسة والاضاءة كويسة ومفيش لسعات جامدة، بس مديني اللي هي اللدعة الحلوة اللي هي في الهايلايتس تمام. وكان فينا الدنيا مضلمه شويه ظبطت اهو، الازرق رجع زي ما هو، والدنيا هنا رجعت زي ما هي، والاضاءه عندي بقت كويسه. لو رجعنا حتى في اول شوت، لان الشوتس القريبه من الكاميرا دي اللي بتقلقني شويه، فانا هاخد حته فيها سبيكولرز كده واعمل ريندر. هي هتبان من اول بالظبط يعني، الدنيا هنا شكلها ظريف. طبعا خامة الهيدر لو اتغيرت هتغير لي كل القصة دي. نجرب يعني، بما اننا في محاضرة
بدأنا نبقى شبه فريلانسنج شوية. فهجرب انا والله ما انا عارف كل رقصان مش عارف ايه دي. يمكن تدي افكت احسن. هو مش احسن قوي يعني، يكاد يكون مش احسن خالص، مش احسن قوي بس. والله يعني ظريف ظريف، بس هي قفلت لي. اتمنى هي كلاودي يعني، زي ما انت شايف في سحب وما فيهاش مساحات غامقه كتير، فالجلاس ضب يعني، تحس انه ملبن كده، بس الريفليكشنز بتاعتها حلو. فهو ده دورك بقى وانت بتختار الهيدر يعني. والله اللوك بتاعها كويس مش وحش، بس انا بفضل الازاز يكون اروق شويه في دي. الهيدر دي ميزتها في ايه؟ شايفين اللسعات اللي هنا دي؟ دي هتطلع لي في صوره في الاستيكولار باص. في الاستيكولار باص اقدر العب بدي، لو حبيت احط جلو، حبيت احط حاجات على الهايلايتس بس. تمام، ممكن اجرب حاجه تانية. ممكن ناخد مثلا، هو مفيش بريفيو، نو بريفيو افيلابل. ما شاء الله اوفيس لارج روم، الناس بتوع سي جي اسمهم ايه دول الحلوين، سي جي سورس. تمام، بص يعني من شكل خامة الهيدر انت بتبقى عارف تقريبا اللوك اللي هيطلع. دي هتطلع لي الوان ورم شوية. لو انا عايز على فكرة ما تنسوش ان انا قافل الساتوريشن، ممكن اعليها سنة، بحيث لو انا عايز ادي ساتوريشن دي الريفليكشن ودي كلر الريفليكشن، وافتكر هيبقى حاجه كويسه. وممكن بقى انا اظبط انا التنت بتاعي في الافتر افكت كده، انا هرفع الساتوريشن شويه. تمام، وممكن اخش جوه الهيدر نفسها وارفع الاكسبوزر شويه. هي اي نعم دي مش هتفيدني كتير. ليه؟ لان ده مفيد اكتر لو انت واخد دي ك اتش دي ار اي للجلوبال الومنيشن او للجي اي. هي حته انك ترفع الاكسبوجر هترفع لك الاوفرال لايتنج بتاع السين بتاعتك. تمام، وده حل حلو على فكره، بس خلي بالك لو ترفع زياده عن اللزوم بيعمل نويز، فخلي بالك بس في البتاع ده، لان فعلا ممكن يعمل لك مشاكل، على الرغم ان هو بيعمل شغل كويس. وفعلا الهيدر دي احلى من الهيدر من الاثنين اللي كانوا قبلها، ادوني هايلايتس شكلها ظريف. الحاجة التانية برضو، لو الجهاز بتاعك تقيل ممكن تستغنى عن الديسبليسمنت، مش مشكلة. اهم حاجة انك تبقى فاهم انت استغنيت عن ايه وبيتعمل ازاي، هو ده اللي يهمني في حاجة زي دي. تمام، غير كده ما يهمنيش. ما افتكر كده الدنيا كويسة وجاهزين على الرندر، واشوفكم بقى في المحاضرة بتاعت